كل هذه القيم المتراكمة خلتك توصل إلى أعلى درجات النجاح وتبقى نادي القرن في أفريقيا، نادي القرن في أفريقيا في القرن العشرين، ويحتفل الكابتن صالح سليم ويتسلم الوسام في جوهانسبرج، وفي مثل هذا اليوم يلعب الأهلي مع ريال مدريد. ونفكركم بفوز لا ما تكملها بقى. ريال مدريد كان نادي القرن عن أوروبا. أيوه. فالشركة اللي أشرفت على المباراة أيوه عملت كاس. أيوه. كاس يعني ما كانش مجرد ماتش ودي. أيوه. ده كاس على مناسبة. أيوه. كاس قد الحلة موجود في مدينة ناصر. أيوه. في مدخل اللوبي في مدينة ناصر. أيوه. فأنت اتلعب لهذه المناسبة. بطل القرن الإفريقي أو نادي القرن الإفريقي مع نادي القرن الأوروبي. ودي كانت أول مباراة لمانويل جوزيه مع النادي الأهلي. الأولى فعلا. دخل النادي الأهلي ودخل قلوب جماهير النادي الأهلي من الباب الملكي. من الفوز على ريال مدريد بهدف صندي النيجيري. أقيمت المباراة في ملعب استاد القاهرة. كانت الأولى لمانويل جوزيه. تشكيلة الأهلي: عصام الحضري، أشرف أمين بدل معاه أبو المجد مصطفى، شادي محمد مع سمير كمونة، وائل جمعة، سعيد عبد العزيز، حسام غالي، هادي خشبة، محمد جودة مع عادل مصطفى، أحمد أبو مسلم مع صندي، وخالد بيبو، وعلاء إبراهيم، ووائل رياض. ودي بعض اللقطات من هذه المباراة التاريخية اللي كانت في مثل هذا اليوم 4 أغسطس 2001. الأسطورة دي ستيفن، أسطورة ريال مدريد، كان موجود وشرف هذه المباراة. الأسطورة دول بوسكي أيضا المدير الفني للريال مدريد وقتها حضر في المباراة دي. زي ما انتم شايفين في المدرجات 100,000 مشجع. شارك العدد كبير من لعيبة الأهلي كان خبراتهم أقل شوية من منتخب الشباب اللي كان واخد برونزية كاس العالم. بعثة ريال مدريد عملت زيارة في الأهرامات وكان لها تأثير كبير في تنشيط السياحة المصرية. عادل مصطفى في الغرفة يمكن قال للنيجيري صندي انه هيكون صاحب هدف الفوز ليلة المباراة. بركاتك يا شيخ عادل. دي جانب او ده جانب من هذه المباراة. لو علينا الصوت، هو ادار المباراة الحكم جمال الغندور. طبعا حافظين بعد روبرتو كارلوس وجمال غندور، ما شاء الله جمال غندور سطر تاريخ لحكامنا، حكم في مونديال 98 وحكم في بطولة الأمم الأوروبية 2000 وحكم في بطولات إفريقيا غير أن بطولات الأندية، معروف ومشهور لدى اللعيبة الكبار والنجوم دول، ناقصه بس يحكم في كوبا أمريكا يبقى عمل تاريخ، وهو دلوقتي عمل تاريخ الحقيقة، ما حدش حصله في هذا في أجيل الحكام في تاريخ الكرة المصرية. اللعب محصور في وسط الملعب، مع الوقت الرهبة هتروح زي ما بقول لحضراتكم. الفرقتين في بداية فترة الإعداد، النادي الأهلي عشان دور الثمانية هيلعب السبت الجاي مع بطل أنجولا، وريال مدريد عشان الدوري العام. فرصة أقول لحضراتكم أسمائها: والتعادل السلبي 20 دقيقة أحبائي الكرام، والتعادل السلبي الأهلي وريال مدريد. لما جه هنا سنة 61 اللقاء الأول احتفال نادي الزمالك باليوبيل الذهبي 50 سنة، روبرتو كارلوس صاروخ صاروخ الهجم، برافو يا حضري، ومخطوفة تانية خط، ما شاء الله روبرتو كارلوس. زي ما بقول لحضراتكم روبرتو كارلوس عملوا له، مولود في ساو باولو بالبرازيل، موسم 97 في لقاء ودي مع فرنسا جاب جول من مسافة 40 ياردة من فاول في فابيان بارتيز حارس المرمى مانشستر دلوقتي وفرنسا. اشوف الشوطه صاروخ سرعه كام، اكثر من 150 كيلو في الساعه، وقالوا انها درسوها الجول ده، غيرت اتجاه الكره 3 مرات في السكه، كان فيها شويه سكرو، وكان سرعتها 288 كيلو في الساعه، اللي فاتت دي 150 كيلو. وادي سافيو يحاول لكن بتخطئ، وراؤول جونزاليس، لكن ادي الركنيه لويس فيجو بيعتها لنا محمد ناصر، وقفها روبرتو كارلوس والقدم اليسرى، ولكن يتألق في هذه اللقطة عصام الحضري أحبائي الكرام ويطلعها، بعدين سيد عبد العزيز وبتشط تاني من مكاليلي. هجمة فيجو، فيجو مكانه المفضل وعاوز يفوت بطريقته الخاصة، عاوز مهاجم النادي الأهلي
سلام، ادي خالد بيبو جاله الموقف حلو وانفراد راح حط ورقص رقصه حلوه ورجع ورا راجل حط هوبا جول جول صنداي يعطي الاذن لقدم اليسرى لتظهر الاضواء 12 شقلبه في الهواء تشقلب يا تشقلب يا عم ويكافئ مانويل جوزيه في اول لقطه ولا ثاني لقطه صنداي يتالق بس اتلعبت له حلوه 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 مفيش انانيه وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد صنداي اللي النادي الاهلي كان مسجله السنه اللي فاتت مع روبرتا كروي لكن ما كان عشان ظروف الاجانب ما قدرش انه عدد الاجانب السنه دي بيعتمد عليه مانويل جوزيه جول جميل 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 وتحمر المدرجات يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني لعيب وانت غالي حسام غالي وانت غالي ونجم كبير قوي حسام غالي يتالق ويتجمل يا سلام يا حسام يا غالي لعيب وانت غالي لان هو اللي اكتشفه هو اللي ضمه كابتن الشربيني لكن كان مشرف على القطاع الناشئين وقتها. الماتش ده زي ما انت قلت كان اول ماتش لمستر مانو جوسيه وفي الماتش ده النادي الاهلي حط كره في العارضه وضيع فرصتين انفراد. كره لعلاء ابراهيم وكره لخالد بيبو رقص الدنيا والجون اللي بيلفها دي طلعت فوق العارضه والجون فاضي. فاحنا عملنا ماتش كويس قوي وريال مدريد عمل طبعا اديك شفت اللقطات اللي جت كان عامل ازاي واخد الامور بجديه وده كان اول ماتش بيقدمه فيه زين الدين زيدان. اول ماتش يلعبه زين الدين زيدان مع ريال مدريد. ومين اللي لعيبه الاهلي ده كان اول ماتش ليها؟ مين؟ وائل جمعه. وائل جمعه ومانو جوسيه وزين الدين زيدان. دي كانت في مثل هذا اليوم 4 أغسطس 2001 ربك لما يريد نكسب ريال مدريد. ده كانت بداية تجربة ذهبية كبيرة جدا وجيل ذهبي كبير صنعه النادي الأهلي اللي الناس مع الجيل الحالي بدأت تشم ريحة أن هناك جيلا عملاقا كبيرا يولد بيننا.